عليكم جريد 7، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم بخير حبيباتي. معكم الزهره عن جديد بدروس البيولوجي. نحن بالويك 21 21 لازم نحضر الدفتر لنكتب حل وظيفه اللي كان عندنا بالاسبوع الماضي، نشوف شو عندنا معلومات جديده اللي هو اكتيفيتي جديد عندنا، وعندنا طبعا وظيفه للمره الجايه خلال الاسبوع بتبعتوها. عنوان اللي احنا تشابتر 4 اكتيفيتي 3 اللي هو عنوانه اكتيفيتي اند انرجي اكسبندتشر. هلأ عنا حل الوظيفة اللي كانت بالمرة الماضية. احنا قبل ما نجاوب على السؤال نقرأ النص، نقرأ التابل كتير منيح لنلاقي الأسئلة الهينين كتير نعرف نجاوب. need for oxygen snake، بدنا نحكي اليوم عن السنيك. is ectotherm animal is active only in warm condition. in order to identify the response of the snake according to the drop of in the temperature, we measure the oxygen consumption at different temperature as shown in the table. يعني عم بحكي لنا عن السنيك ان هي اكتوثيرم، يعني ما بتتحرك الا وقت ما تشوب الدنيا زي ما اسا عم بصير بهالايام. بالبرد وبالمناطق الساعة بتكون متخبية. هلا احنا بدنا نقرا الاسئله ونشوف. هلا عندنا تيبل زي ما انتم شايفين، سنيك بودي تمبريتشر. لما كانت التمبريتشر طبعا اللي تاعت السنيك 18 كان كونسامبشن لإله 3، اما لما كانت التمبريتشر للسنيك بودي تمبريتشر 5 سلسياس كان كونسامبشن يعني استهلاكها للاكسجين مليليتر بير مينيت 1. هلا اول سؤال على طول بكون هين كتير، pick up the objective، يعني بدنا ننقي من النص او من التيبل او اللي قدامنا الجواب اللي قدامنا شو هو، شو بده يكون. To identify the response، عم بقول لها الأوبجيكتيف هدفها، يعني هدف السؤال، of snake according to the drop of the temperature. تاني سؤال عنا تيبل زي ما انتم شايفين، بدنا نعمل comparison the oxygen consumption of the snake at the different temperature، يعني بين 18 وبين 5 سلسيوس بدنا نشوف كيف الconsumption لإلها. بدنا نقارن comparison، بنستعمل يا more than يا same يا less، هدول الكلمات كتير مهمين لنبين انه في عنا احنا comparison. هاي سكيلز كتير مهمة تعرفوها بالطريقة هاي، وإلا جوابنا بكون غلط. the oxygen consumption at 18 سلسيوس is 3 مليليتر per minute is more than، يعني وقت ما كانت الدنيا مشوبة كانت أكتر شوي، than the oxygen consumption at 5 celsius which is 1. draw out a suitable conclusion، بعد ما عملنا هذا كليات وخلينا نشوف احنا شو بنقدر نستنتج. the internal temperature of the snake and its consumption of the oxygen depend according to the external temperature. شو معنى هذا الحكي؟ يعني السنيك الاستهلاك للأكسجين بيعتمد على درجة حرارة داخلية تعيتها، يعني درجة حرارة جسمها اللي هو بيعتمد بشكل أساسي على المناخ اللي برا، خصوصا ان هي اكتوثيرم يعني بويكلوثيرم يعني كولد بلودد، يعني بتعتمد على الاكسترنال تمبرتشر. وقت ما تكون الدنيا باردة بتغير التمبرتشر لإلها، لما تكون الدنيا ورم يعني دافية كمان بتغير variable، مش زينا احنا constant. عنا بعدنا بالسؤال نمبر 1 عم نجاوب، عنا افرع مختلفة، صرنا بالبي need for food. اول شيء على الاكسجين، رجعنا على الفود، يعني شو هي needs تعونا. we measure the consumption of the food of the snake according to the variation of the table the temperature. the result are summarized in the document below. هلا انتو ما شايفين ارقام كتير كتير واضحين، هذا الدوكيمنت وغيره من الدوكيمنت انا عم بجيبها من الكتاب، وشايفين باي صفحة اللي هي 73 بالكتب اللي هي معنا بدوكيمنت جي اند اتش. احنا اسا عم بقيسنا قديش الكونسومشن اللي الها للفود للاكل. اول شيء كنا عم نستعمل تيبل، هلا استعملنا جراف، فاحنا اسا بدنا نجاوب على هذا الاساس. طبعا بدنا نطلع على الجراف اللي عنا اللي هن تنتين. عم نسأل السؤال snake eat more in warm temperature is it true، يعني انا عم بسألكو عم بقولكو هل السنيك بتاكل اكتر وقت ما تشوب الدنيا. طبعا بدنا نشرح explain، اذا yes بدنا نشرح واذا no بدنا نشرح، اعتمادا على الجراف اللي قدامنا. يعني لما كانت 5 اذا انتم شايفين 5 سلسياس كانت الكونسامشن لإلها كتير كتير قليلة، صح ثابتة بس قليلة.
اما لما عليت درجة الحرارة شوي، عم نحنا احنا عم نقيس بالايو، لما عليت درجة الحرارة زادت، صح ان هي كونستانت، زادت بطريقة ملحوظة. فاحنا شو بنقول؟ يس since the food consumption remain constant at 3 AU، يعني هي زادت at temperature 18 اللي هي warm temperature، this consumption decrease، يعني هذا اللي consumption عم بقل when the temperature drop to 5 Celsius in the cold temperature، the snake eat more in the warm temperature. شايفين حبيباتي انتوا لما تقرأوا الجراف زي ما انا عم بقرأها، او التابل او الجيفن اللي هي قدامنا، او السؤال زي ما انا عم بقرأه، كل الاجوبة بتكون هيني قدامنا كتير كتير based on the all، يعني على اعتمادا على اللي سبق كله. what has been precise indicate the response of the snake in the cold temperature، خبروني شو هي سنيك. سنيك are less active، يعني هي بتتحرك بطريقة كتير كتير قليلة in the cold temperature. عنا الاكسرسايز نمبر 2 كمان كتير كتير هين، بيعتمد على اللي سبق كلن. عم بقولنا يوز ذا كي وورد، هدول كي وورد الموجودين قدامكم، ديكريز اوكسجين كونسامشن، انكريز اوكسجين كونسامشن، ديكريز فود، وانكريز فود. هدول الكيز لازم احنا نالف باراجراف اكسبلينج ذا بيهافير اوف ذا هوميوثيرم والبويكلوثيرم اللي هن الورم بلادد والكولد بلادد انيمال او الاكتوثيرم او الاندوثيرم وين ذا انترنال تمبريتشر دروب. هذا كله بدنا نستعمله ونحط قدامنا باراجراف واضحه عم نفسر فيها شو عم بيصير معنا. وين ذا اكسترنال تمبريتشر ديمينشت، يعني عم بتقل، هوميوثيرم انكريز ات كونسامشن اوف ذا فود اند اوكسجين، يعني ما بفرق مع زياده نزله التمبريتشر، عليه التمبريتشر عند الانكريز اوف ذا كونسامبشن فود بضلوا كونستانت. ليه؟ لان هن وورم بلادد تو مينتين اي كونستانت انترنال تمبريتشر. اون كانتري، يعني بالمقابل البويكلوثيرم ديكريز اتس انترنال تمبريتشر اند هينس ات كونسامبشن اوف ذا اوكسجين ان اوردر تو ريديوس لوز اوف ذا انرجي، يعني هن بقل كثير صرف للفود وللحركه وللاكسجين ولكل شيء، خصوصا عم بيخزنوا هذا المخزون عشان يضلوا عايشين لانهم هن كولد بلادد. درسنا اللي هو الانرجي اكسبندتشر، احنا عندنا 3 اوبجكتيف. ليه بنحط اوبجكتيف؟ على طول نرتب افكارنا، لانه الافكار ضروري ان ترتب. ايدنتيفاي ذات ذا انكريز اوف ذا فيزيكال اكتيفيتي ليد تو ذا انكريز اوف ذا فود انتيك اند اوكسجين كونسامبشن، هل هذا الشيء مزبوط؟ رح نثبته انا وياكم بالدوكيومنت اللي هن موجودين بالكتاب اللي قدامنا، هن كتبنا. indicate that the energy of the organism is mainly produced by the energy food الكربوهيدرات والليبيدز، هذا الشيء انتم بتعرفوه من قبل. show that the amount of the energy need depends on the type of the active perform، هل الانرجي اللي احنا عم نصرفها بتعتمد على طريقة الاكتيفيتي اللي عم بتصير معنا، هذا الشيء كمان رح نثبته ان شاء الله. بالاول خلينا نعمل شوية ريفيجن عن السيشن اللي مرقوا، كتير مهم انه ما ننسى اللي قبل. in the last session you have understood that the activity of the organism، عم نحكي بشكل عام، is related to the use of energy produced by the food and the oxygen، هذا الشيء معروف ان هن باخذوا اوكسجين وفود لتنو يستمروا ويعطون energy. and you have become aware that endotherm is in the cold weather increase their food intake and the oxygen to produce energy and maintain their internal body temperature constant، يعني الاندوثيرم اللي هن warm blooded اللي هن هوميوثيرم هن بضلن ياخذوا الاكسجين والفود لتنو يضلوا الانترنال تمبريتشر تاعون كونستانت، اللي هو زي احنا زي البيرد زي الماملز. However, ectotherm, the decrease of their body temperature reduce their food intake and the oxygen consumption. بقل حركتن، بقل له ما بنقدر نشوفن، خصوصا انه هن ذوات الدم البارد. ندخل بالدرس اللي احنا فيه، لازم نعمل هيك برين ستورينج، نفكر بصوت عالي انا وياكو. To do our daily activity، يعني اللي بنعمل اللي بدنا نعمله خلال النهار. think، يعني نفكر، read، نقرا، play، write، اي شيء احنا عم نعمله بالنهار، اي جهد احنا عم نعمله بالنهار. we need energy، هل احنا بنحتاج energy؟
How do we get it? من وين منجيبن هدول الانرجي؟ Do you feel tired and unable to concentrate when you do not eat? Why? يعني بس لما ما تاكل او مثلا ما تشرب او ما تفوت شيء اكل على جسمك، هل بتشعر بتعب وعدم تركيز؟ هذا كل الأجوبة إحنا بدنا نجاوب إن شاء الله خلال الشرح. During exercise does your breathing rate increase؟ هل لو إحنا عم نعمل سبور أو عم نمشي مشي سريع أو عم نعمل باسكت أو فوتبول، هل إحنا البريثنج اللي إنا يعني نفسنا بزيد؟ هدول كلياتنا رح نجاوب إن شاء الله خلال الشرح. أحسن طريقة لنعرف نجاوب ولنعرف نفهم كل اللي مرق معنا، خلينا نعمل application ونعمل exercise solve exercise. زي ما انتو شايفين عنا نص، وهدول الدوكيومنت أنا جبت من الكتاب، وفي عندي تيبل محطوط بقلبها أنواع كتيرة من ال consumed food، يعني إحنا أكل بنستهلكه. Consider the table presented for your in document بدوكيومنت A بصفحة 74 about how do the food needs of an athlete vary when he is not training in the period A and when he is training in the period B. يعني قسم الأوقات تعون الأتليك، يعني معناته المتدرب الرياضي، الأكل اللي تعونه خلال outside يعني هو ما عم بتدرب، و during the training period يعني كيف استهلاك الأكل خارج التريننج بيريود وخلال التريننج بيريود. هو طبعا بياكل اكل صحي، ميت، ايج، فيش، ميلك، تشيز، باتر، بوتيتو، فيجيتابلز، فروت، سويتس برودكتس، يعني بياكل اشياء كلياتها صحيه. هلا السؤال، كالكوليت ذا توتال ماس اوف ذا كونسيومد فود ان ذا تو بيريود، يعني البيريود اللي هو خارج التريننج والبيريود الثاني اللي هو داخل التريننج. شو بنعمل احنا؟ بنجمع كل بنجمع كل اللي موجودين هون اللي هن بالجرام، قد ايه هو صرفن، قد ايه كونسيومد، وبيطلع معنا الجواب 1510. هلا خلال التريننج شايفين انه صرفه اعلى بكتير يعني للاكل كونسيومد فود، خصوصا انه هو عم بيستهلكن خلال التريننج بيريود اللي هو فترة التمرين. يعني كل ما هو قاعد في عنده صرف، بس صرفه خلال فترة التريننج اعلى بكتير. طبيعي عنا احنا تيبل، في عندي شغلتين بدنا نعمل كومباريزون مرة تانية، برجع بعيد، بدنا نستعمل more than less than the same بين البيريود الأولانية اللي هي كان قاعد كان ما في out of the training، وبالبي اللي هي خلال training. The total mass of the consumed food in the period A 1510 gram is less than L the total mass of the consumed food in the period B اللي هي 2465 gram. طبعا draw out the relation between the physical activity and the consumed food، يعني الحركة والاستهلاك الأكل. طبعا كل ما عم بتزيد الفيزيكال اكتيفيتي، يعني كل ما زادت احنا حركتنا والرياضة تعيتنا والمشي والتفكير والقراءة وكل هدول الأمور، طبعا طبعا consumed food كمان بيزيد. خلينا نطبق هالجيم أنا وياكو لنشوف احنا نستوعب أكتر. Place your hand on your chest، يعني بدنا نحط ايدنا على صدرنا ونقيس قد ايه عم نتنفس. And count how many times your chest raise، قد ايه عم يطلع صدرنا خلال in one minute. بدنا نطبق انا وياكو activity بدنا نسجل فيها، طبعا وانتوا قاعدين بالبيت بتسجلوها. During three different physical activity، بس خلال ثلاث حركات او ثلاث activities مختلفين، طبعا احنا مسجلنا على الدفتر. While you are sitting on the chair، واحنا قاعدين. While you are walking، يعني شوي زدناها عم نمشي. While you are jumping in your place، بدنا نسجل قد ايه عم نتنفس خلال كل هالثلاث حركات اللي احنا عم نعملهم. هلا بنتوقع في ناس من واحد لواحد بيختلف، بنتوقع I guess that the number you are have got وهون are sitting هي 16، كثير قليلة. And it increased about 25 while are walking، زادت 25. And it increased approximately 36
while you are jumping. هذا الشيء متوقع، كل ما عم بتزيد الاكتيفيتي عم بزيد الريسبيريشن اللي احنا اخذناها قبل بهذا الاكتيفيتي، وعم بي عم بيختلف من اكتيفيتي لاكتيفيتي. هلا نوت على جنب، ذا ريسبيراتوري ريت زي ما قلت لكم از ذا نمبر اوف ذا بريث بريث ان 1 مينيت، اللي هي الريت اللي احنا عم نقيسها خلال هذا الاكتيفيتي. تعالوا نطبق كمان سؤال سولفد اكسرسايز عشان نهون مواضيع اكثر. هدول الدوكيومنت زي ما قلت لكم انا جايبيتين من الكتاب اللي هي معنا، الكتب اللي هي معنا واضحين كتير، شايفين عندنا جراف، بدنا عندنا نص، بدنا نقرا كتير منيح لنعرف نجاوب. To study the relation between the physical activity and oxygen consumption، بدنا نشوف العلاقه بيناتهم بين الاكسجين وبين physical activity، consider the graph presented in this document. هلا اللي مطلوب منا analyze the graph. انا علمتكم كيف نعمل analyze without considering time by filling in the blank. يعني احنا في عنا هذا التكست الموجود بدنا نحط عليهن يا increase يا decrease يا remain constant. بدنا نطلع طبعا على الجراف. Before the exercise the consumption of the oxygen، شو ماله بهاي المطرح هذا الصغير اللي قدامنا، يعني خلال 0.25 لتر بير متر بالمنت، عم بقول لي ريمين كونستانت، شايفين ثابت. هلا لما عم بتزيد الفيزيكال ديورينج ذا اكسرسايز، يعني كان بيفور اكسرسايز ديورينج ذا اكسرسايز، يعني خلال التمرين، ذا اوكسجين كونسامبشن شو عم بصير فيه؟ انكريز صحيح تو ريتش 1.5 لتر بير مينت. هلا بعد فتره، يعني هو خلال هاي الفتره اللي عنا خلال هذا التمرين عم بيبقى ال consumption of the oxygen remain constant، يعني تقريبا بين 1.5 ما عم بيتغير. هلا خلصنا after the exercise، يعني احنا وقف، يعني وقف بطل يتمرن، وقف التمرين. while after the exercise يعني وهو مرتاح، the consumption of the oxygen decrease، صحيح decrease عم بقل، لا يوصل 0.25 زي ما كان بالاول. ف الانالايزنج كثير مهم، نطلع على الجراف، نستعمل هدول التيرمز ولنشوف كيف الجواب بده يكون صح. طبيعي نحن عملنا انالايزنج، بدنا نعمل ريليشن شيب اللي هي زي كونكلوجن، بدنا نستنتج as a physical activity increase the consumption of the oxygen. increase شيء طبيعي، كل ما عم نعمل physical activity ال consumption of the oxygen عم بتزيد. هلا هدول المعلومات بنعرفهم احنا من قبل مزبوط، بس انا اللي بهمني بهدول المعلومات انه انتم تعرفوهن لنعرف نجاوب على الاسئله اللي هن homework انا بدي اعطيكم اياهن. هلا عم بقول لي bread pasta corn شو هن؟ carbohydrates food because they are rich in the carbohydrates، يعني هن فيهن نشويات. egg milk meat انتو بتعرفوا انه فيها بروتين، البروتين هن غنيين rich in the protein، هن للgrowth يكبر الواحد، يكبر عضلاته. oil butter olive كلن are lipids، موجودة بقلبن rich fats، فيهن fats كتير، يعني هن اكتر شي لازم نبعد عنن. الترم اللي بعده عشان نعرف نجاوب كمان energy expenditure، من اسمه energy طاقة، expenditure إسراف إنفاق، is the amount of the energy that a person need to carry out the physical functions such as breathing, circulating blood, digestion, exercise. حتى هو ما عم بتحرك وما عم بيعمل أي نشاط في عنده energy expenditures. زي ما قلت لكم وصلنا نحن للأخير، عندنا اثنين اكسرسايز لنعرف نجاوب، لازم نرجع للترم اللي قلت لكم عنن لنعرف نجاوب السؤال كتير كتير صح. وزي ما انتم بدكم نطلع على الدوكيومنت، نطلع على النص، نسمع الشرح كتير منيح لنقدر نجاوب على الاسئله بطريقه صح. بالاسئله اللي انا عم بعطيكم اياهم كتير كتير هينين، بس لمجرد نسمع الشرح نشوف النوتس اللي انا عم بعطيكم اياهم وبصير حل السؤال كتير هين. يعني هلا ما نهك الهم، احنا بنقرأ السؤال بنجرب فيه وبنسمع الشرح، إذا ما قدرنا نحله ما في مشكلة، أنا إن شاء الله رح حلهم بالأسابيع اللي جاي، بس إنه نجرب فيهن ونقرأ زي ما أنا عم بقولكم. بالإكسرسايز نمبر 2 كمان في عندي أنا جراف، زي ما شايفين في عندي أنا مجموعة من الفيزيكال أكتيفيتي كتار، يعني زي سكيتينج، باسكت بول،
في عندي فوتبول، في سايكلينج، في كتير أنواع من الرياضات. بدنا نطلع على قد ايه عم في بصير في عندي quantity of the energy consumed حسب الكيلو جول بير اور، هاي يونت احنا بنستعملها. نقرأ الأسئلة لنعرف نجاوب عليه. هلا زي ما شايفين في عندي انا الدوكيومنت اللي هن موجودين عندكم، موجودين بالكتب هي معنا، بس انا بتوقع انه لان الدوكيومنت عم بحط لكم اياهم كثير واضحين. في عندي ستابيليتي اوف ذا بودي ماس، في عندي انكريز اوف ذا بودي ماس، ديكريز اوف ذا بودي ماس. هدول الثلاث اشياء اللي انا عم بسال عنهم، انا بدي منكم تشوفوا الدوكيومنت منيح لنقدر نعمل، يعني بسالني هون سبيسيفاي وين ذير از، هدول الاشياء اللي حكيتكم عنهم. واخر شيء بدنا نعمل درو كونكلوجن عطول 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 لنقدر نجاوب صح، لنقدر ننظم افكارنا، دفترنا يكون نقدر نشارك عطول. بنسمع الشرح من اوله لاخره، بنكتب المعلومات اللي لازم نكتبها، وعندنا ان شاء الله اسبوع، خلال الاسبوع تبعتولي الوظائف. يلا يعطيكم العافية حبيباتي.